نعم نريد إسقاط الطاغية الدكتاتور حمد، لأن هذا الطاغية قتل أبناءنا واستحيا نساءنا وهتك أعراض شبابنا في السجون واعتقل علماءنا ورموزنا ونكل بهم وهدم مساجدنا. هذا ما يريده شعبنا في البحرين، أن يزول هذا الطاغية المجرم الآثم من على أرض أوالنا الحبيبة. بعد الركام الواضح والمتراكم من الفشل الخليفي في إدارة شؤون الدولة في البحرين اقتصاديا وسياسيا، وأيضا بعد ضربها اجتماعيا عبر سياسة التجنيس السياسي التي ضرت السني قبل الشيعي، يتأصل مبدأ إسقاط هذه الأنظمة. وأنا مؤمن بسقوط هذه المنظومة الفاسدة التي تسمى بمنظومة آل خليفة، سيحصل الشعب البحريني كله على حقوقه كاملة وبمناصفة. وأنا أكيد أريد إسقاط هذه الدكتاتورية الحاكمة لننعم جميعا بالأمن والأمان والرخاء والازدهار. التجنيس تجنيس لا إيجابياته لكن لا سلبياته، دخل علينا سمات شخصية غريبة علينا مو أطباعنا البحرينية. ومع كل احترامي لكل من تجنس، أنا ما أعيب على حد في البلد، كل الناس لها تقديرها واحترامها، وكل الشعوب والأعراق لهم تقديرهم واحترامهم. أنا أقول إن الاختلاف في السمات الشخصية حق حاملين هالجنسية البحرينية اللي تجنسها عامل من عوامل ضياع الهوية الأصلية. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول إلى الدعوات التي تدعو للدخول مع النظام في تسويات مذلة والقبول بأنصاف الحلول، أن شعب البحرين لا يمكن أن يتعايش مع نظام آل خليفة ولن يقبل إلا بتقرير مصيره. وهناك سواد كبير في الشعب البحريني يدعو إلى إسقاط النظام، وإسقاط النظام مطلب مشروع لكل المجتمعات، لطالما هذا النظام أثبت أنه غير كفؤ لأن يحكم مثل شعب البحرين، قام بالانتهاكات، قام بالعديد من الخروقات لحقوق الإنسان، لم يكن يوما من الأيام وفيا إلى هذا الشعب، وكان عميلا إلى النظام السعودي وإلى قوى الاستكبار. واستنادا إلى كل ذلك، يحق للشعب البحريني أن ينادي بإسقاط النظام، والشعب ماض في إسقاط هذا النظام الجائر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الشعب الذي ينتظر الذكرى السابعة لثورته المظفرة قد آل على نفسه أن لا يسكت عن الحق ولا يتساير مع الباطل. هذا الشعب لن يتعايش مع قاتليه، مع السفاحين، مع من أعدم شبابه، مع من هدم مساجده، مع من هتك أعراض نسائه، مع من اعتدى على علمائه، مع من جاء بالأجانب ليحتلوا أرضه. هذا الشعب قد اتخذ قراره منذ أن انتفض في 14 فبراير من العام 2011 قائلا الشعب يريد إسقاط النظام، كررها حتى اليوم وسيظل يكررها، لأن لديه رسالة واحدة وهدفا واضحا لا محيد عنه. إن الشعب بعد هذه العقود لا يتطلع إلى مستقبل يحكم فيه نفسه بنفسه، ويرفض أن يحكمه هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا وأهانوا شعبنا ودنسوا أرضنا. فلا تعايش بين أهل الحق، أهل الوطن الأصليين من الشيعة والسنة، وهذه العصابة التي توالي العدو وتطبع مع أعداء الأمة، مع المحتلين، وتسعى للسيطرة بكل الأساليب الدنيئة على مقدرات وطننا وشعبنا. لقد قالها الشعب وسيظل يكررها حتى يأذن الله له بالنصر إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.